بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين. سادة سعادة أعضاء مجلس الدولة، الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم، يطيب لي بداية أن أشكركم على منحنا هذه الفرصة لتقديم بعض ما نقوم به في المركز الوطني للصحة الوراثية في مجال خدمات التوعية وخدمات الوقاية والخدمات التشخيصية والخدمات العلاجية. ارتأينا أن يكون أول اللقاء في هذه المؤسسة العريقة للحديث حول مفهوم الصحة الوراثية. حقيقة نحن يعني يعتبر المسمى الوحيد على مستوى دول الخليج العربي أطلق عليه الصحة الوراثية وليس الأمراض الوراثية، ولذلك لشمولية المفهوم. فالصحة الوراثية لا تنحصر فقط في مجال تشخيص المرض الوراثي، ولا في تقديم ما يمكن تقديمه من علاج، ولا في يمكن تقديم ما تقديمه من وقاية، وإنما هي منظومة متكاملة من أجل رفع جودة الحياة للشخص المصاب، وكذلك تقديم المعونة والمشورة لأسرته ولأفراد المجتمع من الذين يقومون برعاية هذا الطفل المصاب من أجل تحقيق الهدف المنشود المتكامل. ولذلك أطلق عليه المركز الوطني للصحة الوراثية. طبعا بداية، مفهوم الصحة كتعريف من قبل منظمة الصحة العالمية هو حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وليس فقط حصرة في انعدام المرض أو العجز. والصحة الوراثية كذلك في التعريف الشمولي هي حالة من اكتمال السلامة بكل ما سبق من الأمراض الوراثية، من ناحية وقائية ومن ناحية علاجية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية ثقافية وأكثر من ذلك. فالمنظومة يجب أن تكون متشاملة أو شاملة، والأهداف يجب أن تكون متكاملة من أجل تحقيق الهدف المنشود الأسمى، وهو رفع جودة الحياة للشخص المصاب. طبعا نحن نعرف أن المرض الوراثي لا يوجد في الوقت الحالي، يعني على سبيل العموم، لا يوجد له علاج يشيل من جذوره، وإنما يجب توافر عوامل أخرى من أجل تقليل من حدة السلبيات الناجمة عن الإصابة بالمرض الوراثي نفسه، وكذلك توفير ما يمكن توفيره من دعم لكي تتكامل هذه الرعاية. هذا ما نسعى له في المركز الوطني للصحة الوراثية. بداية، هناك مفاهيم عامة لعلم الوراثة، وكلمة الوراثة قد تكون غير مفهومة بشكل صحيح. يعني الوراثة ليست فقط في انتقال صفة وراثية معينة، سواء صفة مرضية أو صفة جسدية من الآباء إلى الأبناء، وإنما هي كذلك تشمل عملية التخلق الذي يحصل أثناء تكون الجنين نفسه من ما يسمى بالإررز أو الأخطاء اللي ممكن تحصل في التركيب الكروموسومي أو حتى في التركيب الجيني. فانطلاقا من هذه النقطة يسمى الأخطاء في التخلق نفسه تسمى أو تندرج تحت مسمى الوراثة. طبعا راح نتطرق كذلك لكيف تورث هذه الصفات من جيل إلى جيل، ومن أجل أن تشمل المعرفة وتعم. تعريف سريع كذا، علم الوراثة هو العلم الذي يبحث في وراثة الصفات الخلقية بين الأجيال المتعاقبة، وفي تطور كذلك وتأثير قوانين الوراثة منذ اكتشافها إلى حد الآن، ويعتمد بشكل عام على انتقال الصبغيات أو الكروموسومات التي تحمل الصفات الوراثية عبر الجينات المكونة داخلها من الآباء والأبناء. أنا دائما في خلال يعني لما أدخل في عملية شرح مع المتلقين للعلاج، سواء في مجال العلاج الوراثي أو المشورة الوراثية، أشبه الكروموسوم مثل السبحة، المسبحة عفوا، اللي نستخدمها في التسبيح، والجينات هي المكونات الرئيسية اللي فيها. فالجينات تحمل الصفات الوراثية اللي دائما يكسبها الإنسان من أب والأم، لما تنظر لها من بعيد هذا هو شكل الكروموسوم. طيب خلينا نعرف كيف مجمل التكون هذا يتشكل من إيش. طبعا جسم الإنسان معروف أنه يتكون من تريليونات من الخلايا. هذه الخلايا تتميز لتكون أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة، وكل عضو مطلوب منه وظيفة محددة، وطبعا ليحدد هذه الوظيفة وجود هذه الجينات في تلك المنطقة لكي تقوم بإفراز البروتينات المطلوبة. بالرغم من وجود هذه الجينات في أنسجة أخرى، لكن لا تقوم بنفس الوظيفة إلا في المكان المخصص له. طبعا تحتوي كل خلية على نواة، داخل هذه النواة هي المادة الوراثية التي تتحكم في وظيفة الخلية وفي عملية انقسامها وتوارث الصفات الوراثية الأخرى.
هذه المادة الوراثية بشكل عام داخل الخلية في الكروموسومات عادتها يعني 22 زوج احنا نسميه خلايا جسدية وزوج واحد خلية جنسية اللي يميز بين الذكر والأنثى. طبعا داخل هذه الكروموسومات الجينات وهي عبارة عن مجموعة خيوط متشابكة وملفوفة على بعضها وداخل وفي كل كروموسوم في عدد مضبوط من هذه الجينات. وطبعا هي الجينات ما يسمى بالوحدة الوراثية أو وحدة بناء الأحماض النووية أو مادة الدي ان ايه. طبعا عدد الجينات اللي تؤدي الى او تقوم بوظائف حيويه محدده لا يتعدى في الوقت الحالي اكثر من 25,000 جين تلعب ادوار حيويه في انتقال الصفات سواء الصفات الخلقيه بشكل عام من الاباء الى الابناء، وكذلك تؤدي دورا مباشرا في العمليات الحيويه المستمره داخل كل خليه من ضمنها عمليات الايض وافراز الانزيمات اللازمه من اجل ان تقوم الخليه بانتاج البروتين المناسب كي تقوم كل خليه بوظيفتها في العضو التي تتواجد فيه. لو اخذنا نظره سريعه كيف تبدا من النواه مثل ما هم مبين. داخل هذه النواه الماده الوراثيه مضغوطه على شكل كروموسومات. الكروموسوم اذا مدينا خيط معه يكون ماده الدي ان ايه او الماده الوراثيه او الحمض النووي، وداخل الدي ان ايه كل جزء يشكل ما يعرف بالجين. كل جين هو مسؤول عن انتاج بروتين معين، وعدد مثل ما قلت قبل شوي عدد الجينات التي تم تحديدها التي تقوم بوظائف محدده هي 25,000 جين. طبعا ما نعرف في المستقبل ايش بيكون، يمكن اكثر من كذا. الصفات الوراثيه تنتقل من جين لاخر عن طريق هذه الجينات اللي تكون داخل الكروموسومات، وتعتبر هي الوحده الوراثيه المحدده في الجسم، وهي عباره عن سلسله من الاحماض الامينيه. هذه الاحماض الامينيه لو طلعنا عليها تكون على هذا الشكل. هذا جزء من جين معين، وهذا ترتيب القواعد الحمضيه اللي تشكل الاحماض الامينيه، كل ثلاث قواعد تشكل حمض امينو واحد. طبعا هذا الترتيب الطبيعي للاحماض الامينيه، وكل جين فيه عدد مختلف من الاحماض الامينيه، ما شرط تكون متشابهه. يبدا بالحمض الاميني الاول ثم ينتهي بالحمض الاميني الذي ينهي الجين. مطلوب من كل جين ان ينتج هذا البروتين بشكل متكامل. اي خلل في انتاج هذا الجين راح يؤدي الى بروتين ضعيف او بروتين فاقد الوظيفه، وبالتالي تظهر الصفه المرضيه. فبتحديد الجين المسؤول عن هذه الصفه المرضيه ممكن التعامل معه وقائيا عن طريق الفحص، وممكن التعامل معه علاجيا في التجارب المستقبليه. طبعا نفس الترتيب مثل ما انتم شايفين هنا، نفس الترتيب لكن حدث فيه خلل هنا. بدل ما يكون هذا هو الحمض الاميني الطبيعي، حصلت طفره وراثيه ادت الى انتاج حمض اميني اخر في نفس السلسله، وبالتالي انتج بروتين ضعيف لا يؤدي الوظيفة اللي في النهايه راح يؤدي الى ظهور المرض اللي احنا نبحث عنه. طبعا احنا عارف ان عندنا 22 زوج من الكروموسومات، والزوج بمعنى اثنين، وكل كروموسوم جاي من احد الابوين، في من الام وفي من الاب. في كل مكان داخل هذا الكروموسوم هناك صورتين للجين، وصورتين للجين، صورة جاية من الأم وصورة جاية من الأب. هذه نقطة جدا مهمة تنفعنا احنا في مجال التشخيص، وتنفعنا كذلك في مجال المشورة الوراثية أو الفحص قبل الزواج لهذه الأمراض. طبعا بشكل عام في كل واحد فينا في عدد من الجينات المعطوبة اللي موجودة فيه، يعني يمكن 6 إلى 10 جينات، وهذه الجينات طبعا ما تظهر بشكل مرضي فينا لأن في جينات سليمة تغطي على هذه النقطة. لو أردنا أن نأخذ رؤية شاملة للتكون الوراثي في الإنسان، طبعا تكلمنا عن موضوع الكروموسومات وهي الصبغيات الوراثية التي تنقل الصفات الخلقية من الأباء إلى الأبناء، وفي عندي 23 زوج من الكروموسومات في كل خلية، وطبعا مادة الدي ان ايه هي الحبل المضغوط داخل هذا الكروموسوم اللي داخل الحبيبات الصغيرة اللي تكلمنا عنها اللي هي الجينات. وفي كل موقع كروموسومي في صورتين للجين، واحد من الأب واحد من الأم. وطبعا في لحد الحين 25,000 جين تم تحديدهم مسؤولين عن وظيفه معينه، وهذا طبعا التطور التقني الهائل في مجال علم الجينات نفعنا كثير في التشخيص، على اساس عرفنا وين موقع الجين في كل كروموسوم. يعني كل كروموسوم حاليا من الكروموسومات اللي في الخليه تم تحديد الجينات المسؤوله عن كل بروتين، وبالتالي تم تحديد الجينات المسؤوله عن كل مرض وراثي معين. يبقى الأمر على تطور التقنيات أكثر فأكثر من أجل استخدامها بشكل أقل تكلفة، من أجل تحديد موقع هذا الكروموسوم فقط بارتباطه بالصفات المرضية اللي يشوفها الطبيب
الأمراض الوراثية في العيادة لما يشوف المريض، يجمع الصفات الوراثية، يفكر في متلازمة معينة، يبدأ على طول في طلب الفحص المعين عن جين محدد، لأن الخارطة واضحة أو الخارطة الجينوم البشرية واضحة أمامه. طبعاً البروتينات اللي تنتج من هذا اللي ينتجها هذا الجين مسؤولة أو تورث عن طريق الشفرة الجينية المنتجة، مثل ما قلت الأحماض الأمينية هذه اللي ذكرناها قبل شوي، مجموعة أحماض أمينية بهذا الترتيب مسؤولة عن إنتاج بروتين معين، وبالتالي البروتين هذا يترك الخلية يقوم بالوظيفة في العضو نفسه. نفس الجين قد يتواجد في أعضاء أخرى، لأن الخلية ما تتغير، هي موجودة في كل شيء، في الشعر، في عضلة القلب، في الجلد، في الكبد، في كل مكان. لكن مش كل الجينات تشتغل في هذا، لا، الجينات فقط المسؤولة عن توظيف ذلك العضو، وهذه هي الحكمة في هذا الموضوع بين الأجيال. الهدف من معرفة هذا الشيء هو تحديد كيفية انتقاله، وبالتالي كيف ممكن احنا نتدخل وقائيا من أجل الحد من تنامي معدلات الإصابة بهذه الأمراض الوراثية. فالطرق الوراثة محددة ومعروفة، بالرغم إن بعض الأمراض قد لا تلتزم بصورة وراثية معينة، يعني بعض الأمراض يكون لها أكثر من صورة في الانتقال، لكن معظم الأمراض الأخرى معروف صورتها وثابتة في هذا المجال. نبدأ أول شيء بما يعرف بالصفة المتنحية. طبعا الصفة المتنحية هي أن يحمل الفرد فينا جين معطوب أو صورة من الجين المعطوب، مثل ما قلت قبل فترة إن عندنا صورتين لكل جين، صورة جاية من الأب وصورة جاية من الأب في كل موقع كروموسومي. فإذا كان عند صفة متنحية معناته إن أحد الصور هذه معطوبة والصورة الأخرى سليمة، وبالتالي لا تظهر عليه الأعراض. الأمراض المتنحية هذه تشكل مجمل كبير، يعني تصل تقريبا إلى 57% من مجمل الأمراض الوراثية. ففي ناس منا عندهم صفة وراثية لكن ما يعرفوا عنها، ما يعرفوا عنها، إن الجين الثاني نشط ومغطي عليها، بس هذه مهمة عندنا إحنا لما نعمل الفحص قبل الزواج. الصفة الأخرى ما يسمى بالصفة السائدة. الصفة السائدة إن الصورتين الموجودات اللي إحنا نعرفهن إذا عطب صورة واحدة كافية إنها تظهر المرض. ليش؟ لأنها سائدة، وبالتالي تملك القوة على السيطرة على الموضوع. فبعض الأمراض تتبع الصفة المتنحية وبعض الأمراض تتبع الصفة السائدة. أمراض الصفة المتنحية مثل ما قلت تشكل 57% من مجمل الأمراض في السلطنة، وهذا يعني شيء جيد بيساعدنا كثير في أن نتقدم في موضوع الفحص قبل الزواج والحد من تنامي هذه المشكلة إن شاء الله. طبعا هذا الرسم يوضح كيف انتقال الصفة الوراثية في مجال المتنحي. مثل ما احنا شايفين لو كان الأبوين حاملين للصفة الوراثية يكون عندي نسبة 25% طفل مصاب بالمرض، أي واحد من كل 4. طبعا واحد من كل 4 معناته أن هذه النسبة ممكن تتكرر في كل حمل، لا يشترط، أو قد يعدي مثلا أكثر من حمل أو ولادة ما عندهم المرض، فهذه النسبة تظل ثابتة في كل حمل إلا إذا وجدت ما يعرف بعوامل أخرى مساعدة أو modifiers، وهذه ممكن تعطي صورة أقل، بس بشكل عام هذه القاعدة. بالنسبة للصفة السائدة مثل ما احنا شايفين أن الأب عنده جين واحد معطوب فقط، لكن لأنه سائد فالأب مصاب. هنا تختلف، هنا 50% يكون سليم و 50% يكون مصاب. طبعا في صفة أخرى في موضوع الأمراض السائدة تختلف من جيل آخر، يعني مثلا يجيني أب وأم بطفل عنده مرض وراثي مصاب بصفة سائدة، فلما تشرح له تقول له إن أكيد واحد فيكم حامل للصفة الوراثية وحامل للصفة الوراثية سائدة، طيب يسألك سؤال هذا، طيب ليش ما أصاب فيها أنا طالما هي سائدة وأنا حامل الصفة هذه؟ السبب إن الأمراض الوراثية اللي تندرج تحت الصفة السائدة تحتاج إلى ما يسمى قوة الظهور، يعني قد نكون عندنا جين معطوب لمرض سائد ونحمله معانا، بس قوة ظهور الجين هذه ضعيفة وتظل من جيل إلى جيل من جيل إلى جيل إلى أن تظهر فجأة في أحد الأجيال. فهذا ما يعرف بقوة ظهور الصفة السائدة. هذه صورة أخرى، نفس الشيء الأمراض المتنحية ونفس الشيء الأمراض السائدة. طيب في عندنا نوع من الأمراض يسمون الأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المورث، يعني تختلف مع إذا كان جاي من الأب أو إنها جاي من الأم، وهذه طبعا أمراض كثيرة. أشهرها عندنا طبعا مرض النزيف الوراثي، بس أشهرها من ضمن الأمراض المندرجة تحت الفحص قبل الزواج اللي تقوم بوزارة الصحة ما يسمى مرض نقص الخميرة. وحقيقة مرض نقص الخميرة ما يشكل مشكلة كبيرة في عمان، لكن تظل هناك بعض الحالات خاصة حديثي الولادة إذا عندهم مشكلة نقص الخميرة ممكن يصل بهم الأمر إلى أمور سيئة. طيب الأمراض المرتبطة بالجنس مثل ما قلت تعتمد، يعني هو الأم لما تكون حامل للصفة المرضية يختلف لما تكون الأم مصاب، والأب لما يكون يعني في كل الحالتين غير مصاب، لأن هذا مرتبط بكروموسوم X أو الكروموسوم الأنثوي، فلأن الأم عندها X2 ف
ففي كل الوقت في معظم الوقت تكون حاملة وليست مصابة، بينما الرجل لأن عنده إكس واحدة فقط، إكس واحدة فقط، فإذا حصل معاه الجين يكون مصاب، نادرا ما يكون حامل. وهذا اللي يميز الأمراض المرتبطة بالجنس من الأمراض الغير مرتبطة بالجنس المورث. طيب، طبعا تكلمنا عن الأمراض المتنحية وقلنا أن 57% تقريبا من أمراض السلطنة هي من نوع المتنحي، وقلنا أن الأمراض المتنحية هذه معناتك أنك تحمل الجين لكن ما تظهر عليك الصفة المرضية، وبالتالي لو تم الزواج بين اثنين حاملين للصفة، غالب الأحيان طبعا الأقارب يتشابهوا كثير في جيناتهم، وبالتالي إذا في مثلا حد من مصاب بصفة متنحية من الأرجح أن الطرف الآخر من الأقارب يكون مصاب بصفة متنحية، لكن هذا لا يعني استمرار الصفة الوراثية هذه في غير الأقارب، يعني مشكلة الأمراض المتنحية تكون في الأقارب وغير الأقارب. طيب، في دراسة عملتها الدكتور عنا رجب عن موضوع زواج الأقارب، وهذه النتائج اللي طرحت وعملها النشر. طبعا نسبة زواج الأقارب في عمان من الدرجة الأولى 24%، وبالأقارب من الدرجة الثانية 11.8%، أما اللي الزواج من نفس القبيلة فكان 20.4%، وهذه طبعا نسب تعتبر كبيرة. معدل الأمراض الوراثية في زواج الأقارب يرتفع إلى 4%، في الوضع الحالي الوضع الطبيعي اللي ما يكون بين الأقارب هي 2%، لكن زواج الأقارب يرفعها إلى أكثر شوي 4%. هذا واحد. كل فرد يشترك مع عمامه وأخواله وعماته وخالاته في مجموعة من الجينات، الصفة الأقرب يشتركوا في ربع المورثات، وأولاد العم والخالة في ثمن المورثات، إذن هناك مورثات متشابهة تكون بين الأقارب. الإشكالية أنا تكلمت عن 10 جينات معطوبة موجودة معنا، هذه يحملها كل إنسان، وهذه تتشابه فقط مع أقاربه. هنا السبب اللي يرفع ولادة أطفال مصابين بأمراض وراثية من زواج الأقارب. لكن زواج الأقارب في الصفات المتنحية ما يشكل عامل رئيسي، يعني ممكن يحصل من الأقارب ومن غير الأقارب. زواج الأقارب له فوائد كثيرة، فوائد كثيرة يعني لازم نطرحها. أولا التواصل الأسري وزيادة وتقوية صلة الرحم، هذا واحد. اثنين الصفات الوراثية القوية، في بعض الأسر هناك صفات وراثية قوية، يعني مثلا يكون قوة التركيز، الذكاء الدائم، القوة الجسمانية، المظهر الجمالي، هذه من الصفات الوراثية اللي أحيانا تكون في أسر معينة وهي صفات وراثية جميلة ومرغوبة، وبالتالي زواج الأقارب يقويها. لكن لا نستطيع أن ننكر أن زواج الأقارب رح يقرب لي الجينات المعطوبة هذه، وبالتالي رح يرفع لي النسبة إلى من 2 أو 3% إلى 4%. طبعا حين التقاء المورثات المرضية طبعا يرفع احتمالية انتقال الصفة المرضية للأولاد. طيب أنا بس حبيت أوريكم رسم كيف ممكن الصفة الوراثية المرضية تنتقل من جيل إلى جيل آخر. هنا عندي في هذا الجيل، الجين المعطوب باللون الأحمر والجين السليم باللون الأسود. من الأب والأم ثم أنجبوا 2 تم التزاوج في جيل ما من خارج الأقارب، بعدين منتج هذا الزواج ومنتج هذا الزواج أصبح أقارب من الدرجة الأولى. لو تلاحظوا 2 منهم كلهم حاملين للصفة الوراثية، يعني البداية كانت من هنا من أم حاملة فقط وانتهت إلى نسبة إصابة كبيرة بين نفس الأسرة إذا مشينا بنفس الشيء. هذا اللي يوضح تنامي أو احتمالات معدل إصابة الأمراض الوراثية بين الأقارب بين جيل وآخر. طيب هذه الواقع الإحصائي للأمراض الوراثية في السلطنة. مثل ما أنتم شايفين أمراض الخلل الكروموسومي تشكل 28.4% من الأمراض. أمراض الخلل في عمليات الأيض وأمراض الغدد الصماء والخلل التغذوي الوراثي 21%، الأمراض الوراثية ذات صفة المتنحية من 51%. طبعا هذه القراءات من مدة، وبالتالي احنا محتاجين إلى قراءات أو إحصائيات جديدة إن شاء الله. فلو تلاحظوا أن الأمراض الوراثية الأمراض الوراثية ذات الصفة المتنحية تشكل النسبة الأكبر، وهذه هي التارجت أو الهدف مالنا إن شاء الله في المستقبل. هذا إحنا ممكن لو توسعنا في موضوع فحص قبل الزواج أن يتعدى أمراض الدم الوراثية الثلاثة اللي هي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والنقص الخمير الحالي، أن نتوسع لنشمل أمراض وراثية أخرى ذات صفة متنحية. هنا إحنا ممكن نبلغ هدف أحسن ونبلغ نتائج أفضل لو تمكننا من فحص جميع الناس عن هذه النتيجة، وبالتالي ممكن تقديم المشور الوراثي للحد من التقاء خلينا نقول 2 حاملين للصفة الوراثية المتنحية هذه.
مثل ما ملاحظين هذا النسب المئوية لوفيات الأطفال بسبب الاضطرابات الخلقية والوراثية بالسرطنة. طبعا هذه النسب لها فترة مش بعيدة طبعا من سنوات بسيطة، لكن لو شايفين الأطفال حديثي الولادة والخدج يصل إلى 37%، الأطفال الرضع يصل إلى 10%، الأطفال الأكبر من ذلك يصل إلى 52%. فتشكل الأمراض الوراثية هذه النسب في الوفيات بين الأعمار المختلفة. إذا احنا أمام مشكلة جدا مهمة، أمام مشكلة تحتاج إلى انتباه وتحتاج إلى تفعيل وتحتاج إلى تنمية. فالصحة الوراثية تلعب دور مهم من أجل تقليل هذا الشيء. طبعا في انديكيترز أو مقاييس أخرى أو مؤشرات احنا ممكن نعتمد عليها إن شاء الله، بس لو قدرنا نسيطر على هذا بإذن الله نقدر ننخفض هذا المعدل. هنا تكلمنا عن أمراض الدم الوراثية الثلاثة اللي يقوم عليها برنامج الفحص قبل الزواج في السلطنة، وهذه هي النسب بشكل عام. يعني مجملا 10% من العمانيين يحملون جينات أمراض الدم الوراثية، وفي عندي نسب مختلفة، عندي أنواع البيتا ثلاسيميا والألفا ثلاسيميا، وعندي نقص الخميرة، وعندي الأنيميا المنجلية. هذه الأمراض اللي يتم الفحص عليها حاليا. طبعا ليش أو لماذا بدأت وزارة الصحة بهذا البرنامج؟ طبعا الدكتورة النرجب هي اللي قامت بهذا البرنامج، هي اللي أسست من البداية، لأن تشكل الأمراض الوراثية أمراض الدم الوراثية كانت تشكل معدل كبير من الإصابات، وبالتالي كان لابد الانتباه لهذه الناحية المرضية. فالبرنامج فعل ومستمر وناجح وأدى إلى نتائج جيدة إن شاء الله، نأمل أن يتطور في المستقبل ليشمل أمراض وراثية أخرى. طيب هناك كذلك احنا تكلمنا الامراض الدم الوراثيه لما يسمى بامراض الخلل الجيني الواحد. في عندنا امراض المتعلقه بالخلل الكروموسومي وبالذات الخلل الكروموسومي العددي، واشهرها طبعا هو متلازمه داون. احنا عندنا مشكله كبيره في متلازمه داون، عندنا نسبه عاليه جدا، يعني عندنا بين كل 350 حاله ولاده يوجد طفل مصاب بمتلازمه داون، وهذا العدد طبعا لا يوجد له تفسير واضح او خلينا نقول يعني دايركت يبين السبب ليش ارتفعت الحالات هذه، لكن هذا هو الواقع. طبعا مقارنة بالنسب هذه اللي تلاحظوا 2012 و2013 و2014، طبعا اللي حاصل في 2013 ربما لغياب هذه الحالات عن التقييد، لكن احنا حاولنا الحين وزارة الصحة شكلنا برنامج الرعاية المتكامل لمتلازمة داون، هو منهج أو بروتوكول علاجي متكامل يشمل رعاية متلازمة داون منذ الولادة إلى عمر 18 سنة. متلازمة داون هو عبارة عن زيادة في عدد الكروموسومات، بدل ما يكون عندي 46 يكون عندي 47، وهذا الكروموسوم الزايد يتواجد في جميع خلايا الإنسان في جميعها، وبالتالي كل خلي أو كل عضو فيه معرض أن يصاب بهذه الطفرة الزايدة من مجموع الجينات الوراثية، فيحتاج إلى رعاية متكاملة لأنه يصاب بأمراض أخرى مصاحبة. يعني كان المبدأ على أساس ربط بين إصابة أو ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون بارتباطه بعمر الأم. طبعا هذا هو حقيقة، بس ما هو السبب الرئيسي اللي ممكن، لأن احنا عندنا أمهات في سن 21 وفي 22 ينجبوا أطفال مصابين بداون، وبالتالي الأمر ليس له علاقة مباشرة بكبر العم، لكن لأن السبب هو عدم انفصال الكروموسومات بشكل صحيح أرجع ذلك لضعف البروتينات اللازمة لانفصال الكروموسومات في بويضات الأم، وربط هذا بتقدم عمر الأم. هو حقيقة ما أقدر ننكرها، لكن عندنا كذلك أمهات شابات مثل ما قلت قبل شوي ومع ذلك عندهم أطفال مصابين متلازمة داون. طيب حاليا وفي كل مكان، في كل مستشفى مرجعي، أحيانا في كل مجمع، هناك عيادات خاصة تقوم بالفحص قبل الزواج حول أمراض الدم الوراثية، وهذا البرنامج شغال ويعني ماشي تمام بإذن الله، وممكن احنا نستخدمه في المستقبل، نستخدم هذه الشبكة هذه في المستقبل لزيادة عدد الأمراض اللي ممكن الفحص عنها إن شاء الله، وهذا ما يأمل له المركز الوطني للصحة الوراثية بالتقنيات الحديثة القادمة إن شاء الله. فهي تقدم خدمات فحص قبل الزواج في أمراض الدم الوراثية اللي هي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا ونقص الخميرة فقط. طبعا فحص قبل الزواج له عدة أهداف ويعني وله مسببات، ما شرط ترتبط ان يعني هو احنا نفضل ان كل حد يقوم طبعا قبل الزواج بالفحص، لكن احيانا نضطر ان نحط اسباب ملموسه كي تدفع الناس الى الذهاب لهذه المستشفيات المتخصصه من اجل القيام بهذا الفحص. يعني مثلا يكون عنده مرض وراثي في العائله، سواء عائله الاب او الام ايا كان هذا المرض،
الزوجة والزوجة يحملون مرض وراثيا، هذا بعد الزواج طبعا، أو حتى في ولادة طفل مصاب. لما يحدث أحيانا تجينا حالات نتيجة إجهاض متكرر، فإجهاض المتكرر نسبة منه تقريبا 5% إلى 7% تكون نتيجة وجود خلل وراثي مع الأم أو الأب، وجود إصابة بنوع معين من الأورام لأفراد من العائلة. طبعا بعض الأمراض السرطانية طبعا يكون لها مسبب وراثي أو قابلية وراثية قد تورث من جيل لجيل، بالتالي عندنا في مجموعة من الجينات اللي ممكن الفحص عليها لشخص ومعرفة إن في المستقبل هو معرض للإصابة بأمراض السرطان، وخصوصا سرطان الثدي بالنسبة للمرأة وسرطان القولون بالنسبة للجنسين، فهذه مهمة جدا في الفحص عنها. كذلك تأخر في النمو أو مشاكل صحية أخرى قد يعتقد الطبيب عند أول زيارة برغم عدم معرفة الأب والأم إن قد يكون السبب مرض وراثي معين. طبعا التشخيص المرض أو التأكيد من التشخيص الموجود لما يكون في صفة وراثية معينة، احنا مهمتنا نقوم بمجال التشخيص لان هذا بيساعدنا كثير في تقديم المشورة. اكتشاف او تحديد او تشخيص جين معين في فرد مصاب من عائلة خصوصا في الامراض المتنحية راح يعطينا القدرة والفرصة ان نفحص جميع افراد العائلة على اساس نعرف من حامل للصفة الوراثية هذه، وبالتالي نقدم المشورة على اساس ما يتم التزاوج مع حامل اخر وبالتالي انتقال الصفات لابناء وزيادة عدد المصابين لهذا المرض الوراثي في المجتمع وفي العائلة. طبعا الفحوصات بعد ما تجي يتم مناقشتها ما يسمى ببري تيست كونسلينج أو الإرشاد قبل الفحص أو ما بعد الفحص، ومهم جدا كذلك مهم جدا إشراك الفرد أو الأسرة في المجال العلاجي، وعن طريق إيش؟ عن طريق عرض كل المعلومات حول هذا المرض كاملة وعرض الوسائل للوصول للمعلومة للفرد المصاب وأسرته، جدا مهم. التعاون لابد يكون قائم على هذه القاعدة، مناقشة المخاطر التي قد تنتج مستقبلا وكيفية التعامل معها طبعا. والسؤال المهم اللي دائما يكون أول سؤال هو بعد إنجاب طفل مصاب احتمالية ولادة طفل مصاب آخر، وبالتالي الاحتماليات هذه الرقمية ناتجة عن طريق معرفة الصفات الوراثية ومعرفة الجين المحدد. طبعا التقنيات التشخيصية تتقدم حاليا، الدكتورة سنة بتتكلم عن موضوع المختبرات والتشخيصات إن شاء الله، فالتشخيصات التقنية في حالة تقدم كثير وإن شاء الله راح توصلنا لفحوصات أقل تكلفة في المستقبل بإذن الله. وطبعا عرض كيف ممكن، لأن المريض اللي عنده مشكلة وراثية معينة قد يؤدي ذلك إلى إعاقة ذهنية، قد يؤدي ذلك إلى إعاقة حركية، وبالتالي بحاجة إلى مجمل من المساعدات، وبالتالي احنا دورنا كذلك في المشورة الوراثية أو في المركز توصيله بهذه المنظمات اللي هي منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وهذه اللي إن شاء الله يعني المبشر إنها قاعد تنمو في البلد، والعمل التطوعي كذلك قاعد الوعي بالعمل التطوعي قاعد يزيد، وهذا اللي بيساعدنا كثير من أجل توفير المساعدات الأخرى اللي ممكن تساعد في رفع جودة الحياة للفرد المصاب وتعين الأسرة كذلك على تقديم الرعاية الكاملة. وجود طفل مصاب بمرض وراثي في العائلة شيء مكلف، شيء مرهق، راح ياخذ اهتمام الأسرة من بقية الأطفال للطفل هذا، وهذا منطقي. ما لم تتوفر مساعدات خارجية لتخفيف الحمل والعبء على الأب والأم كي يقوموا برعاية الطفل بشكل ناجح وكذلك توفير نفس الرعاية لأطفال أخرى، راح نعاني من مشاكل كثيرة. فهدفنا تنمية العمل التطوعي في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الحركية من أجل رفع جودة الحياة إن شاء الله للطفل المصاب. وطبعا الإجابة على جميع الأسئلة اللي تكون في جلسات المشروع الوراثي. طبعا هذه نظرة سريعة فقط لتوارثات أمراض الدم اللي تكلمت عنها، ممكن ندخل في التفاصيل، لكن مثل ما قلت سابقا يعني العادي لما يكون حامل مع حامل يكون نسبة الإصابة 25%، لما يكون مثلا حامل مع سليم ما يكون في طفل مصاب، مصاب مع سليم يكون الجميع حاملين، مصاب مع مصاب 50% مصاب. هذه الأمراض المتنحية، هذه الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. طبعا بس نظرة سريعة، الأنيميا المنجلية اللي أقصدها إن الخلايا الدم للشخص المصاب بالأنيميا المنجلية خلايا الدم تتحول إلى شكل المنجلي أو اللي احنا نسميه المجز، وتكون لزجة، وبالتالي ما تقدر تعبر عن طريق الشعيرات البسيطة. هنا تنتج نوبات الألم المتكررة المشهورة عند الأطفال المصابين بالأنيميا المنجلية، وطبعا هذا شكل ميكروسكوبي يوضح الخلية المنجلية مقارنة بالخلية الطبيعية في حالة حدوث الأزمة. طيب الأنيميا المنجلية وين، إيش المشكلة اللي حصلت الأنيميا المنجلية اللي أدت إلى هذا الشيء؟ اللي حصل إيش؟ إن هذا التركيب الطبيعي للجين المسؤول عن إنتاج البروتين اللي يحافظ على الخلية أو ما يسمى بالبيتا بروتين،
حصل تغيير في الحمض الأميني. لو تلاحظوا هنا السلسلة هذه الطبيعية جي اي جي، صارت الجهة الاي في النص تحولت إلى تي. هذه الطفرة الوراثية اللي نتكلم عنها، الطفرة الوراثية هو تغير في سلسلة القواعد الأمينية، مما يؤدي إلى تغير الحمض الأميني، بدل ما يكون جلوتامين يتحول إلى فالين احنا نسميه، وبالتالي حمض أميني آخر ما العلاقة بالبروتين. هنا البروتين أصبح ضعيف، أصبح غير منتج، تحولت الخلية من خلية طبيعية إلى خلية منجلية ولزجة ونتجت الأعراض. نفس الفكرة تنطبق على معظم أو مجمل الأمراض الوراثية ذات الخلل الجيني الواحد. نقص الخميرة هو من الأمراض المرتبطة بجنس المورث، فالأم حامل الجين والأب لا يحمل الجين، فينتج معايا ابن واحد مصاب، ابن حاملة، ابن غير مصابة، ابن غير مصاب. طبعا الأمراض المرتبطة بالجنس في غالب الأحيان الأنثى لا تصاب بها، طبعا هذه القاعدة العامة، في استثناءات تحصل طبعا، لكن الرجل لأن عنده إكس وحدة فالجين الواحد كافي أن يكون تظهر مع المرض نفسه. هذه صورة ثلاثية الأبعاد للجين. اللي يحصل في شو اسمه بالنقص الخميرة ان الخلية تفقد قدرتها على حماية الجدار مالها في حالة تعرضها لمواد معينة، بالذات الفول او منتجات فول الصويا او بعض الادوية، فتتحول الخلية الى خلية ضعيفة وبالتالي تتكسر، وهنا ينزل الهيموغلوبين ويحتاج الى نقل دم والى اخره. سريعا، هذه الكروموسومات الطبيعية اللي موجودة في الرجل، وهذه عفوا في المرأة، لا سوري، هذه الرجل وهذه المرأة. مثل ما انتم شايفين في الاكس عندها 2 او صورتين للاكس، بينما الرجل عنده اكس وحده وواي وحده. كده تظهر معانا في المختبر. الدكتوره سلمى بتتكلم بتفاصيل اكثر ربما عن هذا الشيء ان شاء الله. متلازمه داون مثل ما قلت في زياده في الكروموسوم، في كروموسوم واحد يزيد وفي الموقع 21، فتظهر الصوره بهذا الشكل، هذا الكروموسوم الزائد. طبعا في صور اخرى لمتلازمه داون، لكن هذه الصوره العام 95% من الحالات كذا، ففي كروموسوم زائد في الموقع 21. في عندنا برضو خلل كروموسومي يسمى الخلل الكروموسومي الانتقالي، يعني جزء من الكروموسوم ينتقل الى جزء اخر. احيانا يكون هذا الانتقال متزن، يعني قد يكون واحد فينا عنده هذا الشيء متزن ما عنده اي مشكله مرضيه. الاشكاليه لما يبدا ينقب، لما يبدا ينقب يظهر معايا الطفل عنده مشكله وراثيه خارجيه، نفحص كروموسومات نشوف في خلل في الانتقال، تقريبا يعتمد على مصدر هذا الخلل. فاذا كان من الام تقريبا مشكلة انتقاله للطفل 12%، إذا كان من الأب لا يتعدى 3-5%. فمهم جدا هذا، لما نشوف البيبي عنده خلل كروموسومي انتقالي مهم جدا فحص الأبوين. صورة سريعة كذا، هنا لما كنت أتكلم عن موضوع انفصال الكروموسومات، انفصال الكروموسومات الطبيعية عشان تجي بويضة فيها نصف كروموسومات وحيوان منوي فيه نصف كروموسومات، يلتقوا لتكوين كائن حي في عدد كروموسومات المعروف. طيب إذا فشل الانقسام في البويضة، يعني كيف فشل الانقسام؟ يعني في بويضة خضت أكثر من المفروض وفي بويضة خضت أقل من المفروض، هذا ممكن يحصل. مثل ما هو واضح هنا لو شايفين هذا انقسام طبيعي، هنا هذه ما خضت شيء وهذه خضت شيء أكثر، فلما التقت هذه مع هذه أنتج 3 كروموسومات، يعني زيادة، يعني مرض. أوكي؟ لكن لو ملتقي هذه مع هذه بينتج لي الطبيعي. طيب احنا نسمع كثير عن الطفرة الوراثية. الطفرة الوراثية هي حدوث خلل في ترتيب الحماض الأمينية في المورث مثل ما شرحناه في الصورة. طبعا الطفرة الوراثية تحدث في تغيير ترتيب القواعد النيتروجينية سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال. القواعد اللي شفناها قبل شوي هذيك طبيعية في كل إنسان، ربما تشيل هذه وتحط بدلها شيء، أو ربما تشيلها وما تحط شيء، أو ربما تضيف للسلسلة هذه. في كل الأحوال إذا غيرت هذا الترتيب فأنت أنتجت أحماض أمينية غير صحيحة. هذا ما تمكن العلم من تحديده حاليا. التقنيات التشخيصية اللي موجودة حاليا تساعدنا كثير في الوصول لهذه الطفرة، وبالتالي التعامل معها في فحص جميع أفراد العائلة اللي ما تم فحصهم، تقديم المشورة الوراثية من أجل الحد من تنامي الإصابة. فحالة حدوث هذا مثل ما قلت راح يتغير تركيب المورث وبالتالي يضعف إنتاج البروتين، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تخليق الأحماض الأمينية وظهور أعراض المرض. هذه صورة سريعة، هذا المورث الأصلي حصلت طفرة ضياع، يعني حذف، هذه المورثة المتطفرة بينتج لي حمض أميني مختلف. هنا حصلت طفرة إضافية عن طريق إضافة شيء آخر، يعني هنا أضفنا بعدها قاعدة نيتروجينية أخرى فأنتج سلسلة غير طبيعية. هنا تم استبدال القاعدة هذه بقاعدة أخرى وبالتالي أنتج حمض، أنواع مختلفة لهذا الشيء. هذه مثال بسيط على الجين، هذا هو الجين الطبيعي
لما نفحص الجين نمسك الحبة في مسبحة هذه ونفردها كذا نشوف مجموعة من الأحماض الأمينية. الطفرات قد تحصل في أي موقع من مواقع الجين وتعتمد على الجنس البشري نفسه، ما إذا كان جنس آسيوي أو أوروبي أو كذا. وكل جين له طفرات معينة كثيرة دائما ترسم في هذه المواقع. الطفرات اللي تحصل تؤدي إلى خلل في وظيفة الجين. يعني مثلا هنا هذا ممر، هذا باب الخلية يطلع منه البروتينات اللي تشتغل في الجسم نفسه. فإذا حصلت طفرة ما راح يطلع شيء من هني، وإذا حصلت طفرة هنا ما راح يطلع شيء من هني، وهكذا. طيب سريعا، المركز الوطني أساسا أنشئ من أجل القيام بهذه الخدمات وفي حالة توسع دائم. تم افتتاحه في 2013 برعاية معالي الدكتور أحمد السعيد وزير الصحة، ودائما المهام في المركز هذا تزيد يوم بعد يوم، والتنظيم يزيد يوم بعد يوم، والتقنيات الحديثة تزيد يوم بعد يوم، أملا في توفير الخدمة الصحة الوراثية للمجتمع العماني إن شاء الله على حسب الإحصائيات المتوفرة والإمكانيات المتاحة. لكن نطمنكم أن طموحنا جدا كبير، وأن جميع العاملين في المركز عندهم هذا الطموح لخدمة هذا الوطن وخدمة تفعيل مجال الصحة الوراثية إن شاء الله لنصل، لأن احنا ابتدينا من حيث انتهى الآخرون، وهذه حقيقة، ونحب نواصل أو نواكب هذا التسارع المستمر في هذا المجال إن شاء الله. طبعا مثل ما نقدم الخدمات العيادات التخصصية إن شاء الله، وهذه في حال التنامي. عندنا قسم تدريب وتأهيل الكادر، وفي توسع تدريجي في الخدمات العلاج أو العيادات المتخصصة، وكذلك نعمل مراقبة دائمة وتقييم متتابع من أجل رفع مستوى الجودة في العمل. حاليا أنشأنا برنامج يعتبر أول برنامج أكاديمي يقوم به المركز الوطني للصحة الوراثية، هو تدريب مرشدين وراثيين، لأن خدمة الإرشاد الوراثي جدا مهمة، هي حلقة الوصل اللي كانت ناقصة بين الطبيب وبين الفرد المصاب وأسرته. فوجود المرشد الوراثي هذا عشان يقوي هذه الحلقة وينميها أكثر إن شاء الله. طبعا عندنا موقع في اليوتيوب باسم المركز الوطني للصحة الوراثية، بإمكانكم الاطلاع عليه، ودائما نحط فيه كل جديد من معلومات، سواء للميديكال بروفيشنالز أو قصدي الأطباء العاملين في هذا المجال، من محاضرات توعوية، من عمليات حسابية خاصة بالتوارث، أو نقاشات توعوية مثل اللي احنا فيها الحين. شكرا لكم، وأدعو. شكرا.